بدي أنبه المديون، كل واحد مديون، مديون فلوس للبنك، مديون فلوس للناس، انتبه أنت تحت العقاب. هذا أول إشارة إنك أنت لست على خير مع الله، حتى لو صليت وصمت وحججت حجيت وعملت ما عملت من الخير لكنك لست على خير. بدأ العقاب الرباني عليك، صدقني إنك بدأ العقاب الرباني عليك، فعليك أن تتفقد نفسك وتنظر، لأنه لربما بدأ يبدأ يتعاظم الدين عليك وينتقل هذا الدين من الدين إلى 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 الصحة، ومن الصحة إلى والعياذ بالله إلى أمور أكبر من هكذا بكثير. فعليك أن تتوب مما أنت فيه، توب، تفقد نفسك، كيف صلاتك، كيف أنت والأمور، نعم توب، معاصي إذا خلقت في محارم في محارم الله هل تنتهكها؟ كيف أنت والتفريط، هل تفرط في الصلاة؟ كيف أنت هل يهون عليك، هين عليك أخذ القرض الربوي من البنك؟ كيف أنت وهذه الأمور، كيف أنت والمعاملات مع الناس؟ هل تظن أنك على خير؟ هل أنت قدوة؟ هل أنت ترتقي أن تكون من خير أمة أخرجت للناس تأمرنا بالمعروف بالمعروف وتنهون عن المنكر؟ هل أنت من الذين قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر، أو اللي شكن الله يسلط عليكم عذابا لا يرفعه وتدعونه فلا يستجيب؟ فعليك يا أخي أن تتوب تتوب تتوب. فأول إشارة إنك لست على خير هي الدين، وإن تعاظم عليك الأمراض والأسقام والأوجاع فاعلم إنك تحت العقاب. وإلا إن تبت ولزمت الاستغفار سيغير الله حالك. نعم كنا هكذا، كنا هكذا، تبنا من ذنوبنا، حجينا وما شاء الله ولا نفرط بالصلاة وهكذا، لكن كنا تحت العقاب. عندما تبنا، عندما تبت، رفع الله عني هذا الشيء وتغير حالي وعرفت الله بفضل الله، وأنا أراقب الله في كل صغيرة وكبيرة والحمد لله رب العالمين. نعم ونعذبهم العذاب الأدنى دون الأكبر لعلهم يرجعون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فإن بدأت بالدين لا والله لن ترى النور، لن ترى النور. وإن بدأت الأمراض تدب في جسدك لن ترى النور. نعم ستبقى تتألم بالليل والجيب يتألم ولا تستطيع أن تقوم في متطلبات الحياة عندك، فأنت في عيشة ضنك. نعم ومن أعرض عن ذكري فإن له عيشة ضنك، فانقلبت عليك الدنيا هذه التي قال عنها المولى عز وجل من عمل صالحا، وأنت تظن إنك تعمل صالح تصوم وتصلي وتركض، لكنك إذا خلوت في حرمات الله تنتهكها. نعم لربما هان عليك القرض الربوي، وهان عليك التدخين، وهان عليك أنك لا تذهب إلى المسجد ولا تصلي ولا تأمر بمعروف. نعم لتأمرن بالمعروف أو لتنهن عن المنكر أو ليشكن الله يسلط عليكم عذاب هذا الدين المرض، يسلط عليكم عذابا لا يرفعه، تدعونه فلا يستجيب. يا رب يا رب فيش استجابة، انت قاعد جالس في بيتك تشرب قهوة، بتدخن أو صلى، بتحط في سجادتك وبتصلي، لا تذهب، لا تأمر بمعروف ولا تنهى عن منكر ولا تتحرك. فعلم إن أول علامة عقاب عليك هي الدين. ما تقول هذا بلاء، هذا ليس بلاء، تفقد نفسك يا أخي وبر والدين، أهلك، أمك، في 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 خلواتك، في قرضك الربوي الذي سيحاربك الله عليه، في كل أمورك، في صلاتك، في لسانك، في الغيبة، في النميمة. هل يهون عليك أن تقذف فلان في كلمة أجلكم الله يا حيوان، هكذا هذا الحيوان وهكذا هذاك الكلب، وحشاكم يعني وحش قيمتكم يعني كيف بقولوها أجلكم الله، فتتكلم بهذه الكلمات، وإن أحدكم لا يلقي في الكلمة لا يلقي لها بال تهوي به في نار جهنم 70 خريف، أو تشرك بالله وأنت لا تدري لربما، فتقول إنما أتيته على علم أو أنا خير منه، أو تقول إنك يعني لولا أبو أحمد كان إحنا كنا ضعنا ووصلنا جهنم، والفضل نسبته لي ولم تنسبه لله، وهذا علمك الذي تعلمته تنسبه لشخصك، إنك أنت تعلمت ولا تنسبه لله. فدير بالك أنت به يا أخي. نعم أنت تحت العقاب بالدين وفي المرض، أنت تحت العقاب. بدك اطمن حالك وتقول لحالك لا أنا تحت البلاء، سيتعاظم المرض وسيتعاظم الدين وسيكون أكبر منك بكثير، ولربما ينتقل هذا المرض والدين إلى أن يأخذ الله أحد أبنائك. فانتبه انتبه، الزم الاستغفار، تب إلى الله، حياة جميلة مع الله، انتهي، أنت مسلم،
كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هل حياة المدين هي حياة ضنك؟ لا والله. لكن حياة المدين الذي يظن أنه مدين وهو تحت العقاب وفكر حاله أنه تحت البلاء، غيبي والنميمي وأكل حقوق وسب وشتم وبذاءة لسان ويفتي بغير علم ولا يعبد الله، وإذا خلى في محارم الله ينتهكها ويقف بالصف الأول مثلا بالصلاة وتظنه قدوة، وهو والله تحت أشد العقاب عند الله، وهو نعم أشد العقاب عند الله نعم منك. فنتوب إلى الله. وأول علامات العقاب هي الدين، المنع، يمنعك الله. أنت أنا بتكلم على الفئة المصلية، نعم منعك الله، بدأ يغلق عليك كل باب، عشان تعرف لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه. فهذا الصحة والمال يعاقبنا الله فيمنعنا عشان نعود إليه، فلا يستطيع بنك لا يساعدك، أعطاك كفاية البنك أطبق عليك، أعطيني فلوسي رجع فلوسي، استقرضت من صاحبك أخذت من صاحبك، أعطيني فلوسي من أمك من أبوك أعطيني فلوسي خلصت عليهن، أطبق الله عليك بكثر ذنوبك. وقف، أنت مديون وقف، والله $1,000 بيصيروا $10,000، $10,000 بيصير $100,000، وأنت تظن أنك ستتقدم ويجي موسم أجمل عليك، والله أنك تحت العقاب وأنت واهم. وإذا كان عليك دين، إذا كان عليك دين وتريد أن تبيع عقار، هذا مثلا حصل، أنا بتكلم عن نفسي، وتبيع عقار عشان تسدد هذا الدين، أنا أقول لك قبل أن تبيع هذا العقار توب إلى الله، ووالله سيتبخر ثمن العقار دون أن تسد الدين. هذا ما حصل معي قبل 2015، هذا ما حصل معي، بعنا العقار أساس نسد الدين، تبخر بقي الدين، عرفت وقتها بهذا السحر، يعني سلط الله علي سحر أكبر من الدين، وأنا بينت لكم هذا الإشي، فأطبق الله على كل شيء حتى شمرت بكل، فقد الله عني وأعطاني كل شيء، وعرفت إن الله هو الذي يعطي وهو الذي يمنع ويعاقبنا في ذنوبنا. فنتوب، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. انتبه، أول علامة إنك لست على خير هو الدين والمرضية، نعم، فتبدأ يكبر هذا المرض ويكبر هذا الدين. وقف، قل خلاص سأقبل على الله عشان أستطيع أن أسد هذا الدين، لربما اليوم $5,000 قبل أن يصبح $500,000، ولا تستطيع أن تبيع حتى البيت لا يكفي لهذا الدين، تحت العقاب لن يستطيع أن ينجيك أي شخص إلا الله من هذا الأمر. فبكثرة الاستغفار والتوبة إلى الله والإنابة إلى الله والعودة إلى الله والتماس أين الله يقضي عنا الدين، نعم، في الأدعية وفي الاستغفار، فنلتزم بهذا الأمر وسيحيينا الله حياة طيبة، مش هاي الحياة، هاي الحياة التي يعيشها الذين تظنهم حياة طيبة، يعني مش حياة طيبة، حياة طيبة ستستشعرها عندما بعد أن تتوب إلى الله من هذه الذي أنت فيه، إذا خلوت في حرمات الله، وهذه بعد ما تتوب وتقبل على الله ويقضي عنك دينك، ستعرف الله ويعيشك حياة طيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدين أول علامات إنك تحت العقاب. السلام عليكم.